أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بالجنة، نحن نشهد أنهم من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد، عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثابت بن زيد بن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم، يقول فلان بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، طلحة، الزبير، كل هؤلاء في الجنة لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن كان هذا من الغيب لكن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لأجل مصلحة البشر.